نعرف أهمية السوشيال ميديا بحياتنا، ولهالسبب اليوم رح يبلش معنا زميل جديد بعالم الصباح فقرة السوشيال ميديا. علي شحادة، صباح الخير. صباح النور فيك. وأهلا وسهلا فيك إلى أسرة عالم الصباح. Thank you. للشرف. أهلا وسهلا. أكيد موضوع كتير مهم، وموضوع السوشيال ميديا أنا ما رح أقول شو زركت لك على الايميل كيف فشلت بليز. كيف فشلت بالامتحان على الايميل وقت اللي كنا عم نرحب فيك كلنا بانضمامك لاسره عالم الصباح؟ قد ايه بتدفع لحتى ما لا يصير. لا هلا تحت الهواء بنحكي. اليوم رح نحكي عن مواضيع عديده متعلقه بالسوشيال ميديا اللي فاتت على حياتنا باخر كم سنه وصارت فعلا جزء اساسي. ما في حدا ما بقى موجود على الفيسبوك، على انستغرام، على سناب شات وغيرها. رح اتركك اليوم تفصلهم، واكيد مواضيع عديده رح نحكي عنها، قديش السوشيال ميديا كمان بتلعب بحياتنا، بتعطينا افكار اوقات خط او افكار صح. اكيد بتكون اوقات كثير مزبوطه وبتخلينا نواكب شو عم بيصير على الارض 100%. يعني بالاسبوعين الماضيين طلعت كضيف وكانت ردت فعل العالم كثير انه هيدا موضوع كثير مهم، كثير حابين نحكي عنه، ف هينا رح نصير نحكي عنه كل جمعه. قبل ما نبلش معك الف هلا على اساس بدي اقول لك بدي اخذ منك، بدي على اساس بدك تعطيني لحتى ما افتح شو قلت عنك على الفيسبوك وبعدين من لحظه لشو بدك 100,000؟ لا 100 دولار ألف. بدي 1000 بدك 1000 هي انا ألف. شو بيقولوا انواع بدك 1000؟ لا شو بدك تشتري منقوشة؟ اعطيني هي 1000 هي منيحه هي ال 1000. بما انه عم نحكي عن السوشيال ميديا بدنا نحكي عن، حبلش اول شيء بشغله حتذكرنا قد ايه انه السوشيال ميديا ما نصدق كل شيء عم تنتشر عليها. مزبوط. باخر اسبوع في صوره وصلت لكثير ناس على الواتساب. مزبوط. هاي انا حتى شفتها. وصلتك؟ انا شفتها شخصي. في سيرفيسات ما عم ياخذوها لهيدي ال الألف ليرة، في سوبر ماركت ما عم ياخذوها لهي الألف ليرة، لأنه هاي الصورة وصلت مع فويس نوت عم تقول إنه يا شباب يا صبايا انتبهوا، في ألف ليرة مزورة بالسوق. ايه وكل الناس صاروا يقولوا معقولة حدا بزور ألف ليرة؟ بس أنا بتذكر شفتها شخصيا، بتذكر نادين كنا عم حتى بالماشين تبعت اللي بتنزل كوينز لحتى ايه تعطيك الإسراف وما أخذتها. هلا بشرح لك ليه. دلينا أول ما نعطيها إياها إنه هي كمان ما كانت عارفة الماشين إنه هيدي جديدة. يعني هاي هلا اللي طلعت إنه هيدا حدا عم يتسلى، شاف 1000 ليرة جديدة قام قال هات تنتسلى، يعني في ناس بتحب تتسلى بالعالم وتبعت ورسايل وبكره بيطلع تعميم من ورا الرسالة تبعيتي عم يتسلى يعني. بس بدنا نخبر الناس على السريع هيدي ال 1000 ليرة مضبوطة، بدنا نخبر السيرفيسات خدوها لهي ال 1000 ليره ما اشبه شيء، هاي 1000 ليره نزلها مصرف لبنان، والسبب ليه المكنه ما اخذتها؟ لانه مغير فيها شيء بالديزاين، وعاده هول المكنات بدهم يعملون ابديت، كيف بنعمل ابديت للتليفون؟ فمش لانه مزوره بس لانها جديده، بالعكس انبسطوا فيها 1000 ليره جديده. لانه كان فيها وهي ال 1000 ليره تبعي. هيدي القديمه اللي فيها الاربع زيوحة. اللي هن هيك شكلهم على تقريبا ارجنتي يعني ايه؟ كانت فيها ثلاثه هلا الجديده ثلاثه واثنيناتهم بعدهم بس رح تضل موجوده يعني هاي مع الوقت بتبلش تختفي ايه؟ بس اثنيناتهم شغالين ثلاث زياح اربع زياح وايه انه ليه بدهم يزوروا 1000 ليره ما هيدي هي كله صار يسال تكلفتها اكثر من حقها اكثر من حقها يعني مثل ما قالت واحد لازم يكون كثير كثير عم ينتبه لما عم يقرا شيء جديد وما يصدق كل شيء يعني الناس بتتسلى مين ما كان في يصور ويبعث ويقول ما نصدق كل شيء. حنبلش بالموضوع الأساسي اليوم بما أنه أول حلقة أول فقرة رسمية اليوم رح نفرق شوي بين وسائل السوشيال ميديا الأساسية اللي نحن بنستعملها بحياتنا اليومية. في كتير ناس بتستغرب أنه شو بدنا نستعمل، عنا خيارات كتيرة قدامنا، خيارات عنا فيسبوك تويتر انستغرام، أنه شو بيعمله، في ناس ما بتعرف شو بيعمله. رح نفرق بين أربع وسائل تواصل اجتماعية أساسية حقسمهم لمجموعتين. أول شيء التويتر والفيسبوك اللي هن وسائل بتعتمد بالإجمال على النص على الكتابة بالإضافة لوسائل أخرى، وعندنا الإنستغرام والسناب شات اللي هي وسائل بتعتمد على الوسائل الصورية يعني صحيح. الفيديوز والصور. هنبلش بالانستغرام والتويتر يلي هن القدام يعني هن هلا الجيل القديم يعني الفيسبوك من سوري الفيسبوك مظبوط الفيسبوك والتويتر يلي هن الجيل القديم من التواصل الاجتماعي. شو الفرق بيناتهم؟ هنبلش بالتويتر لانه ابسط شرحه. التويتر اول ما بلش مذكرين الاس ام اس اللي هلا ما بتوصلنا الا دعايات وعلى فول وتونه وهيك الاس ام اس من زمان كانت دارجه، التويتر كان خلق
تيكون مثل اذا بدك النوع الجديد من الاس ام اس يلي هو نحن عندنا رساله نصيه قصيره من 140 حرف نقدر نبعثها لعامة الشعب. صح. الفكرة كانت من التويتر انه نحن بدنا اياك تحكي مع ملايين من الناس وتبعت رسائل نصية تشارك فيها افكارك. فبلش التويتر وقتها بال 2007 كان شوي غريب، يعني الناس ما معودة تطلع على الانترنت وتحكي جملة وتبعتها للكل. فاليوم التويتر بعده متابع بهيدي الطريق، بعده التويتر محصور ب 140 حرف، الناس اللي بتحكي على تويتر ما بتشارك قصص طويلة أو صحيح. ما بتشارك حياتها اليومية، بتشارك هيك خبريات مهضومة، بتشارك قصص أو حلوة شافتها، تعليقات مثلا شافتها، تعليقات على مواضيع عم تصير، بس دايما محصورين ب 140 حرف. هيدي الفكرة من التويتر. هلا مع الوقت والناس اليوم بتستعمل التويتر بتعرف إنه اضافوا خاصية الصور، خاصية الفيديوز، بس المشكل بالتويتر انه التويتر منه معمول لحتى لي نحن نخزن صور وفيديوز مثل الفيسبوك. يعني اليوم التويت انا بحطها او الصوره بحطها بتختفي. يعني بعد فتره بيصير بصعوبه انا بدي ارجع لها. فهي مثل وسيله تواصل انيه. يعني التويتر اليوم انا ببعث بحكي معك، ببعث لك شغله، ببعث لاصحابي، خلص بعد يومين ثلاثه التويت صارت قديمه بصعوبه لحتى لي اقدر اوصل لها. هلا الفيسبوك مقارنة بهذا الشيء صار هو أكثر، إذا بدنا فينا، هي وسيلة أنية بالإضافة لأنه هي وسيلة أرشفة. يعني الفيسبوك بيسمح لنا أنه نحن نرجع لصورنا، بيسمح لنا أنه نحن نرجع للفيديوز اللي حاطينا، إذا انتبهتي في ألبومز بالفيسبوك فينا نخزن الصور نرجع لهم ساعة اللي بدنا، بالإضافة لأنه الفيسبوك ما بيحصرنا ب 140 حرف. فينا نكتب اللي بدنا إياه، فينا نكتب صفحات. هون بيجي الناس اللي عم تكتب قصايد، الناس اللي عم تنق، الناس اللي عم تحكي اللي بدها اياه. فالفيسبوك والفيسبوك الحلو فيه هو يعني وسيله ارشيفيه، يعني فينا بسهوله نرجع لقصص حطيناها ورا وبنشوف على جنب بالتايم لاين بالسنين مقسم لنا كل شيء. 2005 2007 2000 ما في 2005 كان 2006 2006 بلش. هو بلش مزبوط 100%. سو والفيسبوك اكثر يستخدم للتواصل كمان اذا بدك بين اصحابنا بين العيلة للناس اللي بنعرفهم. الفيسبوك عكس التويتر منه معمول بشكل أساسي لأنه نحن نتواصل مع عامة الشعب. صح. إلا إذا كنا شو بزنس، إذا كان عندنا شركات، هول الشركات مثل ما بنشوفهم بيتواصلوا بيعملوا بيج، بيصير فيهم يعملوا إذا بدك تسويق لمنتجاتهم، يحكوا مع الفانز تبعولهم. بس كاستخدام شخصي الفيسبوك انعمل لحتى لي أكثر نتواصل مع الناس اللي بنعرفهم والناس اللي بتعني لنا، الناس اللي حوالينا، نحط الصور نحط الفيديوز ونتشارك، يعني مثل هي حياتنا اون سكرين. سو هيدا الفرق بين هول الاثنين. يعني اذا عم نجرب نحكي مع ناس بنعرفهم، نخبي صورنا، بنفوت على الفيسبوك، اذا عم نجرب نشارك اراء او نقرا او نشوف ناس ثانيه شو عم تحكي عن موضوع معين، هون بنبلش بدنا نستعمل تويتر. صح. هلا نوصل للانستغرام والسناب شات اللي هي وسائل صوريه ترتكز على مشاركه الصور والفيديوز. انستغرام هو اقدم من سناب شات، بلش من حوالي الاربع سنين تقريبا وكان بس صور. فكمان الناس استغربت انه انا ليه بدي بس احط صور. اليوم انستغرام وسيله كثير كثير دارجه لانه الناس بلشت تحب انه انا عم ارشف حياتي عن طريق الصور. وبحط شوية كومنتس كمان صغيرة. اكيد فينا نحط كومنتس. هون شايفين، يعني شايفين انه هاي صفحة الانستغرام كلها صور. صح. ما في حكي يعني الا لما نفوت على الصوره بنشوف هيدا الشخص شو معلق على هيدي الصوره. كمان الانستغرام بيشبه شوي لتويتر من ناحيه انه هو معمول لنحنا نتواصل مع العامه اكثر. هلا في برايفسي سيتنجز فينا نحن نحط انه لا انا ما بدي الا اصحابي يشوفوا هاي، بس بشكل عام لما خلق الانستغرام الفكره منه كان انه انا احط صوره وكل الناس تشوفها. فهيدا اللي بدنا نعرفه. وما فينا انا اذا ما عندي صوره احطها على انستغرام ما في احط شيء. انستغرام ما بيسمح لي احط حكي بلا صوره. صحيح. اوكي. مؤخرا انستغرام اضاف خاصيه الفيديو، بالاول كانت 15 ثانيه، هلا صار فينا نحط لحد الدقيقه فيديو. فبنفوت بنشوف صور وفيديو الاشخاص عم تستعملوا. اكثر الاشخاص اللي بتحب تعبر عن حالها صوريا عم تروح عم تلجا للانستغرام. وعلى فكره من ناحيه الاعمار بنلاحظ انه الفيسبوك والتويتر صارت للاجيال الاكبر. والانستا يعني 30 مطلوع
مني وطلوع والانستغرام والسناب شات عم تكون للاجيال الاصغر بركي لانه اهلهم صاروا على صاروا على الفيسبوك ما بيخلوني يفوتوا كمان هن على الاكونت تبعهم 100% ما بدهم يشوفوا شو عم يعملوا. هلا السناب شات هو للتواصل كمان بالصور والفيديو بس هو اكثر للتواصل الاني. يعني انا هلا اليوم بصور شيء بيطلع على السناب شات عندي بضل 24 ساعه بعدين بيختفي. والسناب شات هو اكثر كمان لاتواصل مع ناس انا بعرفها. يعني ما في مين ما كان يشوف اللي انا عم حطه الا اذا اضافني على السناب شات تبعه. سو بيصير فيهم يشوفوا انا شو عم بعمل، عم حط فيديوز، عم حط صور. هو مثل اذا بدك تفكري فيها كانه عندك محطه تلفزيونيه خاصه فيك. يعني انا اليوم عم صور فيديو صور هيك وبحطهم الناس كل نهار فيهم يحضروني بس ثاني نهار خلص راحوا. هلا فرجعنا قلنا انه اذا نحن بدنا نتواصل مع الناس نعطي ارائنا مثل الفرق من فيسبوك والتويتر تقريبا بنروح للسناب شات، واذا عبالنا نشارك قصص ونخبي صور بنروح للانستغرام. معنا بعد تقريبا دقيقه باخر جزء من الفقره بدنا نعطي نصيحه هيك للمشاهدين خاصه بالفيسبوك. بالفيسبوك سوري شغلت فيه ما يهمك. هون انا كمان بدي اقول انه التطور اللي صار كمان هلا الفيسبوك لايف هلا اللي كثير اخذ سكسي، يعني صار كل الناس غرامهم ينزلوا فيسبوك لايف لانه بيعتبروا صاروا بيخبروا قصه كامله اطول من سناب شات وبتضاين اكثر لإلهم وكله بيصير بيفتح خلص هو هو الناس اللي بيكونوا معه على الفيسبوك تبعه وبصير الفيديو بيقدر يعطيهم مجال اطول لحتى يحكوا قد ما بدهم 100%. هاي هلا الانستغرام صار انستغرام لايف، يعني الناس عم تبلش تحب تشارك اخبارها. النصيحه السريعه اللي بدي اعطيها باخر هاي الفقره انه انتبهوا اذا عم تحسوا انه الميجا بايتس عم يخلصوا معكم بسرعه على التليفون. شو معقول يكون عم يصير؟ الفيسبوك هو اكثر ابلكيشن بتصرف ميجا بايت. سو بدنا ننتبه لانه بنحمل هالفيسبوك وشو بنقعد نعمل؟ سكرول 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 صور فيديوز بيطيروا الميجا بايت. خاصة اذا ما كنا على الواي فاي، اذا كان واحد 100%. سو انتبهوا على تليفونكم. نصيحتي لكم لهيدا الاسبوع اذا عم يخلصوا الميجا بايت فوتوا شيلوا الفيسبوك خلوه على الواي فاي. ما هيك ما تستعملوه كل النهار لانه هيتو اكثر مصدر بيصرف ميجا بايت صور وفيديوز لانه الفيديوز بتمشي لحالها اذا لاحظتي على كمان على كمان الفيسبوك. نحن بنشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله بهالوقت علي. اهلا وسهلا فيك. رح نتابع محطاتنا بعد دقائق مع بلقيس، خليكم معنا.